السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أطفالي الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. اليوم جئتكم بقصة جديدة من سلسلة رمضانية أركان الإيمان، واليوم سأقرأ لكم قصة الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل. ارتد الأسود العنسي عن الإسلام في اليمن، وكان كاهنا أسود النفس شديد القوة ضخم الهيكل، زعم أنه نبي أرسل إليه وأن له ملكا ينزل عليه الوحي وينبئه بالغيب، كما أرسل محمد بن عبد الله إلى قريش. وكان العنسي لا يظهر للناس إلا واضعا قناعا على وجهه لإحاطة نفسه بالغموض، وكانوا بنو قومه أول من استجاب لدعوته، فوتب بهم على صنعاء وقتل واليها وتزوج من امرأته آزاد بالإكراه. كان للأسود العنسي جواسيس وزعهم في كل مكان ليعرفوا له أخبار الناس وأسرارهم ومشكلاتهم، ويكشفوا عما في صدورهم من الآمان والآمال، ثم يأتوا بها إلى العنسي سرا. أصبح أمر العنسي يهدد الدولة الإسلامية الناشئة، فكتب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتابا إلى المسلمين في اليمن يأمرهم بقتال العنسي، وكان فيروز الديلامي أول من استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقرر قتل العنسي. ذهب فيروز الديلمي إلى آزاد ابنة عمه وهي زوجة العنسي التي تزوجها كرها، وشاورها في قتل العنسي فوافقت، واتفقت معه على دخول القصر عندما ينام زوجها بعد شربه الخمر. عندما نام العنسي أخبرت آزاد ابن عمها فيروز، فانتهز الفرصة ودخل غرفة العنسي وآزاد واقفة بانتظاره، فطعن فيروز العنسي وهو نائم، فسمع الحراس صراخه فسألوا عما يحدث، فأجابتهم آزاد: إن نبيكم يوحى إليه. مات العنسي وأذن المسلمون في صنعاء لصلاة الفجر وأعلنوا الخبر، وانتصر المسلمون على جيش العنسي الذي ذهبت قوته بعد موت زعيمهم، وقد بشر الوحي الرسول صلى الله عليه وسلم مقتل الأسود العنسي في الليلة التي قتل فيها. أرسل الله الرسل يا أطفالي رحمة بعباده ليبينوا للناس طريق الخير وطريق الشر، ويرشدوهم إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وقد جعل الله رسله وأنبياءه من البشر، وذلك ليسهل على الناس معاملتهم والاقتداء بهم، وأيدهم الله بالمعجزات الخارقة، وميزهم بالصفات الكريمة. والإيمان بالرسل يا أحفادي ركن من أركان الإيمان، ومعناه الإيمان بمن جاء ذكرهم في القرآن الكريم من رسله وأنبيائه، وهم 25، والإيمان بأن الله عز وجل أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم عددهم وأسماءهم إلا الله تعالى، فلا يصح إيمان العبد إلا بالإيمان بهم، لأنهم جميعا يدعون إلى شريعة واحدة وهي عبادة الله، ومن كفر برسالة أحدهم فقد كفر بالجميع. وهكذا انتهت قصتنا اليوم يا أعزائي الصغار،
أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ووفقني الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضى. إلى اللقاء.